الفوز ديالنا وبهذا اللقب هذا اللي كنا نديروا الجماهير الكبيره ديالنا. نتمنوا ان شاء الله تكون هذه انطلاقه نحو الالقاب ان شاء الله وتستمر هذه الفرحه. اتصال عجلة الملك كيفاش كان يحيى؟ شنو قال لكم بالضبط؟ لا قلتها نعاودوا هو صراحه المشكور سيدنا نصر الله على هذه التهنئه وزعما شي حاجه اللي كتحس بالنفس شي حاجه كبيره. فخور بهذاك الاتصال ديالو. مشكور على جميع المجهودات اللي كيدير على قبل بلادنا وعلى قبل الرياضه خاصه. وحنا بدورنا الحمد لله يعني كيف قلت له قدرنا نفرحوا وقدرنا ندخلوا الفرحه للشعب كامل وكنهديو هذا اللقب هو شخصيا وجميع المغاربه. على توصف كما شفتوا جميع هذا اللقب غالي غالي عليا وغالي على الجمهور الودادي والجمهور المغربي عامه. الحمد لله عشنا كنشكر الناس اللي عاشوا معنا من اول لحظه اول ثانيه ازرونا وعاونونا اننا نديو هذا اللقب. ومن بدايه السيمانه انا دخل معنا الماتش كما شفتوا كشنا الجمهور كيفاش كياخذ لي تيكي وكذا دخل معنا الماتش والحمد لله هذا المجهود ما مشاش بالخاوي. قدرنا نحرز واحد التيتر اللي غالي وغالي بزاف وكما كيقولوا الثالثه ثابته كما كيشوف الجامع ان في 2019 كان تشفر منا واحد اللقب واكدنا هذه المره هذه اننا نستاهلوا. انا دابا انا كنقول ماشي ما خديتش ذاك اللقب انا ديته والحمد لله كنشكر الجمهور الودادي عامه ولا سي بريزيدون ولا الكوتش ولا الطاقم التقني ولا الاداري ولا سي فوزي القجع على المجهودات اللي كيديروا اللي عاونونا وازرونا اننا دخلنا الكونسونتراسيون من بدايه السيمانه وشكرا وديما وداد.